الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم في هذا المقطع القصير مقدمة رقم واحد حول العقيدة الشيوعية، Intro to Introduction طبعا to Communism. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. أبدأ الآن بالمفكرون والساسة الشيوعيون الأوائل. يأتي على رأسهم كارل ماركس، هذا يهودي الأصل، وثم صديقه وزميله بالفكر فريدريك إنجلز، هذا طبعا هم مواطنين ألمان كانوا، هذا يهودي وهذا اعتقاد أنه مسيحي، وهذا يعزى لهم الآن كتابة البيان الشيوعي أو The Communist Manifesto في العام 1848 تقريبا، يعني في بدايات الثورة الصناعية الثانية. هنا يأتي فلاديمير لينين، أمه يهودية، هذا يعزى له بأنه كان قائدا للثورة الشيوعية البلشفية في روسيا اللي هي الاتحاد السوفيتي، ومؤسس للاتحاد السوفيتي سنة 1917. ثم يأتي ماو تسي تونغ الصيني اللي هو يعزى له الثورة الصينية الشيوعية الصينية من 1912 إلى 1947، وطبعا صاحب الثورة الثقافية الصينية، وجوزيف ستالين الذي قاد الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية من 1938 إلى 1945، ويعزى له الكثير من الأفكار الشيوعية التي سادت حول العالم. هؤلاء تقريبا يعني الذين قادوا الحركة الشيوعية منذ عهدها الأول في العام 1848 وحتى يومنا هذا. طبعا كلهم ذهبوا، هلكوا، بقي الآن مجموعة من الشيوعيين في الصين، في روسيا، في بعض الدول، لكن الشيوعية أخذت تندثر شيئا فشيئا، إلا في الصين ما زالت تقوى إلى هذه الأيام. نتابع. أقدم في هذا المقطع كما ذكرت لكم لمحة بسيطة عن العقيدة الشيوعية كوميونيزم، باعتبارها واحدة من العقائد الاقتصادية السياسية الاجتماعية التي أثرت في التاريخ المعاصر للعالم بلا منازع. يمكننا تقديم اللمحة بواسطة مثال واقعي بسيط عن أوروبا خلال السنوات الأولى للثورة الصناعية الأولى، من يعني اللي هي تقريبا أخذت تتطور أو تمتد من العام 1763 مرورا بالسنوات التي تلتها والثورة الصناعية الثانية اللي هي 1847، حتى مرض المفكر اليهودي كارل ماركس ووفاته في العام 1883. رصد ماركس سلوك أرباب رأس المال والصناعيين الأوروبيين، وقرأ عن سلوك أقرانهم الأمريكيين ومعاملتهم هؤلاء يعني أصحاب وأرباب رأس المال والصناعيين في أوروبا بأمريكا، خاصة النظام الأنجلو ساكسوني، ومعاملتهم للعمال في المصانع والمزارع التي تعود لأرباب رأس المال. هذا يعني فقط تمثيل تصوير لصاحب رأس مال يراكم رأس المال بالذهب، الجنيه، الدولار، الذهب، الذهب والفضة وهكذا. وهنا تعليق يقول: به هذا رأس المالي سأشتري شيئا من الطعام للعمال وأحتفظ بالربح كي أوظفه في استثمار آخر، طبعا ليوظف مزيد من العمال، ثم يراكم رأس مال أكثر مما كان معه في السابق. وبالتالي هذا النظام رأس مالي الذي يؤمن فقط بالثراء ومراكبة الثروة حتى لو أتت على حساب الآخرين. هذا فقط تذكير وبيان لغلاف كتاب رأس المال، هو داس كابيتال باللغة الألمانية، رأس المال، النسخة الأصلية باللغة الألمانية لكارل ماركس، كريتيك دير بوليتيشن إيكونومي، اللي هو باللغة الألمانية اللي هو داس كابيتال، أو بنسميه احنا باللغة العربية كتاب رأس المال، وهو انتقاد ونقد للاقتصاد الرأسمالي والسياسي، ألفوا في العام أو نشروا في العام 1867، نسخة الأولى كانت باللغة الألمانية. والآن نبدأ قصتنا من هذا المصنع. لنفترض بأن مصنع الحديد، هذا خطوط الإنتاج هنا في هذا الطابق، شؤون العمال، هنا الإدارة، وفيه 1000 عامل. هنا الآن العمال تقريبا 1000 عامل. نبدأ قصتنا من هذا المصنع الذي يعمل به 1000 عامل، يحقق بهذا، هكذا تصور كارل ماركس، سواء بالزراعة أو بالصناعة، يحقق صاحب رأس صاحب العمل اللي هو صاحب رأس المال حسب رؤية ماركس
أرباح عالية، لكن الأجور التي يتلقاها العاملون في المصنع لا تتعدى ما سماه آدم سميث والفلاسفة في أيامه بالأجور الحديدية Iron Wages. ما المقصود الآن بالIron Wages هذه أو الأجور الحديدية؟ قصد فلاسفة القرن الثامن والتاسع عشر بهذا المصطلح بأن العمال لا يتلقون إلا أجور حد الكفاءة Subsistence Level، أي الأجور التي تسد حاجاتهم من الطعام والشراب الضروري. ليس هناك تبذير ولا بذخ، فقط طعام يعني بالحد الأدنى والسكن المتواضع. أما رب العمل أو أرباب العمل، فرب العمل يحتفظ بصافي الأرباح التي تفوق الأجور وبقية كلف الإنتاج بأضعاف مضاعفة. هذه ملاحظة كارل ماركس عن أوضاع العمال وأرباب العمل في القرن التاسع عشر، حيث يعني كانت أوروبا في أوج الثورة الصناعية، ومن ثم يعني استغلالها واستكشافاتها الجغرافية أدت إلى ثراء فاحش في أوروبا. أطلق كارل ماركس على صافي الربح الذي يحققه الرأسمالي فائض القيمة surplus value، وقال بأن هذه القيمة تأتي على حساب جهد العمال ومستوى معيشتهم، وأن الرأسمالي يستغل exploit، يعني استخدم مصطلح exploitation باللغة الإنجليزية اللي هو يستغل أو الاستغلال العمال من أجل مراكمة رأس المال وتوظيف المزيد من العمال واستغلالهم. هذا الآن التمثيل الصوري بأن هذه الفتاة خسارة، كانت خسارة في كمية المبيعات لمنشأة ما صاحبة رأس مالي، هذا يقولها أنت السبب، هنا يقول أنت السبب، وهكذا فهي تحت طائلة المسؤولية، لكن لا يدرون بأن أحوال السوق هي التي أدت. يعمل النظام الرأسمالي بواسطة استغلال العمال على مراكمة الثراء والتوسع على حساب الطبقات الدنيا من المجتمع حسب رأي ماركس، ويديم هذا النظام الرأسمالي يديم نفسه بنفسه من خلال مراكمة رأس المال وتوظيف أكبر عدد ممكن العمال من أجل زيادة الأرباح بواسطة استغلالهم. في حالة خسارة رب العمل شيئا من الأرباح، يقوم بتقليل عدد العمال لديه، لأنه لا يستطيع التخلص في الأمد القصير من الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ما يعني بأن العمال يدفعون الثمن من معيشتهم سواء عملوا وحقق الرأسمالي الربح المتوقع أو أن الرأسمالي خسر جزءا من أرباحه. فالعمال معرضون دائما للاستغلال وفقدان العمل والموت جوعا، ويبقى الرأسمالي متربعا على عرش عمله. ما يعني الآن بأن المجتمع الرأسمالي يتشكل من طبقات نسميها كلاسز، إحنا الطبقة الغنية الثرية في الأعلى وطبقات تأتي تحتها، طبقة وسطى والدنيا دنيا حتى تصل إلى ما يسمى بالأبيزمال بور اللي هو الفقر المدقع. نتابع، هذا فقط تمثيل صوري آخر استغلال العمال من قبل الرأسمالي. هذا هو رأسمالي يصرخ بوجوههم، هذا يركض عامل 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 يركضون أو يستعجلون أو أنهم يعني تحت أمرته حيث أراد وشاء. يقول كارل ماركس أو ماركس بأن هذا الوضع يؤدي إلى غربة alienation، غربة من؟ العامل عن بيئة العمل وعن منتجه وعن رفاقه من العمال. قدمت مقطع عن alienation أو الغربة، ظاهرة الغربة من وجهة نظر كارل ماركس، بأن العامل الذي يعمل في يعني منشأة رأسمالية وفيها يعني فعلا السلوك الرأسمالي واضح من قبل أرباب العمل، بأن هذا العامل الذي يصنع السيارة أو يصنع الأثاث يصنع ماشي الحاسوب مثلا يشعر بالغربة. لماذا؟ لأنه يأخذ أجورا ولو كانت عالية، لكن بالمقارنة مع الأرباح التي تحققها المنشأة بتكون أجور زهيدة، والأرباح العالية تذهب إلى صاحب المنشأة. وبالتالي هذا العامل المهندس الطبيب الفني مهما كان يشعر بأنه فقط هو عبارة عن إنسان بلا كرامة يعمل من أجل المال، وهذاك يعمل من أجل مراكمة يعني من هذا يعمل من أجل معيشته. العامل العادي الموظف المهندس وما شابه الفني يعمل من أجل أن يقتات فقط، لكن صاحب رأس المال الرأسمالي هذا يعمل من أجل مراكمة الثروة ورأس المال على حساب العمل، وبالتالي هذا العامل يشعر بما يسمى الغربة عن بيئة العمل
عن منتجه الذي ينتجه عن رفاقه من العمال، لأن المنافسة تصبح بينهم شديدة. هنا الآن استغلال الرأسمالي للعمالة وضرورة كفاحهم لانتزاع حقوقهم حسب ما تصور كارل ماركس، وحسب وجهة نظري بعتذر هنا وجهة نظره اللي هو ماركس، لا يمكن تحسين الوضع إلا إذا نظم العمال أنفسهم وشكلوا قوة ضاغطة على الرأسمالي للمطالبة بحقهم بأجور مقبولة ومعيشة بمستوى أفضل مما هو عليه. قصد ماركس بهذا الرأي أن يكافح العمال من أجل الانتقال من الرأسمالية الصافية pure capitalism، حيث الاستغلال والأجور الحديدية التي لا تعمل إلا فقط على سد الحاجات الضرورية للعمال هذه الأجور الحديدية، إلى شكل من أشكال الاشتراكية socialism، والاستمرار بالكفاح حتى الانتقال في النهاية إلى الشيوعية، وهي الدولة الصافية التي لا يوجد فيها ما يسمى طبقات، فبتكون هي classless society أو مجتمع بلا طبقات. سابع، هاي الآن المراحل التي فكر بها كارل ماركس، الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية إلى الشيوعية. لكن ما هي الرأسمالية؟ طبعا هنا أوضح هنا يعني هذه الصورة التوضيحية عن مال ثم يعني هذا الرأسمالي لا يفكر إلا بمال ويراكم رأس المال. هنا الاشتراكية، هناك حقوق للعمال بأن يضربوا، بأن يطالبوا بأجور أعلى، تأمين صحي، بمساواة ما شابه. وهنا طبعا هذا الشعار الشيوعي اللي هو المطرق خرب يعني شعار العمال بالشيوعية، ليس المطرقة والسندان أو المطرقة والمنجل، لكن هذا الشعار فقط بيدل على أنه العمال هم صاحبي الصولة والجولة في هذا النظام. هنا الآن الرأسمالية مجتمع طبقي في ملكية خاصة، هناك فردية individual نسميها تحررية دائم الحاجة إلى التوسع والهيمنة والاستغلال. هنا مجتمع طبقي متداخل مع ملكية خاصة، نقابات عمالية قوية، حكومة كبيرة، نظام رفاه. مجتمع غير طبقي هنا في الشيوعية، العمال يملكون وسائل إنتاج، مجتمع طوباوي من غير حكومة، ستيتلس حد من غير حكومة. أوكي؟ لكن هنا الآن أدخلت تعديلات بسيطة، لكن ما زالت الرأسمالية الأمريكية والبريطانية الأنجلو ساكسون، ما زال النظام الرأسمالي مسيطر، وأعتقد بأن الصهيونية تعزز هذا النظام الغريب أو يعني الشرير إلى حد ما. وهنا الآن تحققت كثير من مطالب العمال بالنظام الاشتراكي، وهذا ما زال نظرية بعيدة عن التطبيق بكل يعني ما في الكلمة معنى. أقول بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر في موضوع آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.